عاملين هم ديسكاونت اب تو 70% على كل الكتب عشان البلاك فرايدي، وبتخيل انه بلش الديسكاونت من هلا ل 30 الشهر. صراحه فرصه رائعه للي حابب يجد المكتبه تبعته، دائما في كتب جديده يعني نطلع عليها ونقراها. هلا انا رح افتح هدول الكتب واشوف شو بعتوا لي. حبيت الباكجينج كثير. أوكي، أول كتاب فاتتني صلاة، كتاب كتير معروف، تقدر تقوله إنه هلأ حديث الساعة. يعني هو هذا الكتاب خلى كتير ناس ترجع تلتزم بالصلاة وما تقطع فرض أبداً. فكتير شانل وبطلع بيحكي على التيك توك والفيسبوك، عنده فيديوز خلينا نقول موتيفيشنال فيديوز. هلأ هذا الكتاب مفروض إنه هو كتاب تحفيزي، كتاب برجع بعطيك أمل بالحياة. شكله كتاب كتير قوي صراحة، برضو إذا قرأته رح أعطيكم الفيدباك، شكله كتير حلو. وكتاب جاري الكتابة هو لمؤلف اسمه علي نجم، خواطر ويوميات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.